محدود النجم اللي كان قد حضر مع فارس الشمال بأداء كبير وبأداء جميل، هو حاضر اليوم مع العناصر الموجودة بالنسبة لفريق الرائد أمير سعيوت. الأسماء مع نصر كاسترو، أيضا إنريك ألابورت وكرة يوديمور، ويلعب كرة في مكان جميل، لكن كرة قدم كريستيانو رونالدو، انطلاقة رائعة جدا للأمام، لكن كرة بتمر وتعدي وتوصل إلى خارج الملعب إلى ركلة زاوية، إلى ركلة زاوية أولى في اللقاء، تمريرة مارسيلو بروزوفيتش رائعة جدا، وارسال كرة للأمام لكن كرة تبعد من جانب توليو تافاري، توصل في الوسط، يا سلام على المرسلي على اليمين ويرسل كرة في مكان خطير، لكن أوتافيو أوتافيو يرسل كرة عرضية، سيرس ياخذ كرة، أليكس سيرس في مرور رائع جدا في الوسط لكن رائع جدا لمارسيلو بروزوفيتش، والكرة في قريب يحاول يمر من أمام محمد دوسري، هي كرة للأمام لكن يلعب كرة عالية للأمام لكن فيها تغطية موجودة، حاضر حسنبل مع كرة يرسل كرة لكن مارسيلو بروزوفيتش، كان جميل، الله بتمر، خطيرة خطيرة الكرة، خطير الكرة، الكرة بالرأس، أمير سعيود لعب الكرة بالرأس والكرة كان وسط، وارسال كرة عالية في مكان جميل جدا لكن كرة هي أمير سعيود وكرة ملعوبة، لكن هنا رونالدو يتقدم مرة ثانية في التسويق والتسديد إلى خارج الملعب، كان يحاول يمر لكن هنا كرة تغطية رائعة جدا، الله الله يا بندر، جميل لفوزير، فوزير تقدم، فوزير أوفسايد، لأليكس سيرس يلعب كرة للخلف، تدخل كان من جانب محمد فوزير، حاول يخطف الكرة، الكرة مرة ثانية لساديو ماني، ساديو ماني مرر تمريرة لكن كامرور يحيى السنبول، الله خطرة الكرة، يحيى السنبول أمام كرة مر من خلالها فوزير أليكس يرسل كرة عالية لكن الكرة تتخلص، لابورت صدام قوي، عمر جونزاليس تدخل قوي جانب عمر أمام ماتيوس نورمان، هذا ماتيوس نورمان، هذا النرويجي اللي كانت له صورة حقيقة يعني الكل شاهدها، أليكس سيرس يرسل كرة عالية للأمام لكن الكرة تتخلص، أتافيو يرسل كرة في مكان جميل، الكرة بتمر وتعدي إلى خارج الملعب، فريق الفيصلي حقيقة الفريق اللي اشتقنا له حقيقة ليكون في الدوري، توصل مرة ثانية في الوسط لحيو سنبل، توصل كرة فيها صافرة من جانب ويلمار رولدان، يرسل كرة ولا لا، عرضية ملعوبة للأمام لكن عمر جونزاليس، توصل مارسيلو بروزوفيتش ياخذها على الطاير، هنا كرة ملعوبة أليكس سيرس يلعب كرة لكن هنا جوليو تافاري، انطلاقة رائعة جدا في اللقاء، توصل مرة ثانية في الوسط لكن عبد الله ياخذ كرة عبد الله وبعدها كرة توصل فيها صافرة و خطأ موجود من جانب ويلمار أليكس سيرس، بوزير يمر ويلعب كرة إمريك ماني لساديو ماني، ساديو ماني جول، الله الله يا ساديو ماني، شمس ما عمرها غابت، شمس بكل الخصوم صابت، شمس بالنار وكرة فيها، وكريستيانو رونالدو، ساديو ماني يرسل كرة عرضية حلوة في مكان جميل، كرسون تاليسكا، تاليسكا تسديد، الله الله يا تاليسكا، كرة صعبة على أندريا موريرا وثاني الأهداف من ثالث لمسة يا أندرسون يا تاليسكا، القدم اليسرى الجميل رائع جدا، الكرة العرضية لكن الكرة تتخلص، كرة في مكان جميل لفوزير، وفوزير مرة ثانية لكن عالي إلى جامي جدا في المنتصف، كرة تتحول توصل لأندرسون تاليسكا، كرة مرة ثانية تتخلص، إيميريك لابورت تقدم بالكرة الماضية وبالتالي رونالدو توصل مرة ثانية لكن الكرة تتخلص، يأمل بكتابة تاريخ جديد أيضا على مستوى سعيود، يحاول يمر الأمام لك الكرة توصل على الكرة، يرسل كرة عالية للأمام، جونزاليس يحول كرة في مبدأ الأمان، يخلص الكرة إلى غركل،
تاليسكا بلمسة حلوة للأمام، لكن كرة فيها خطأ موجود. في هذه الكرة الخطيرة كريستيانو، مرت على أندريا موريرا، قوية جدا الكرة هذه. التسديد للأمام، توصل مرة أخرى لعلي لجامي، الملعوبة في مكان جميل، يرسل الدور، جول، بتمر جول، الله، لن يهدأ إلا أن يسجل الدور. رونالدو ملك الأهداف وملك رائع جدا لكريم البركاوي، توصل مرة ثانية للأمام، لكن الكرة فيها ركلة جزاء، ركلة جزاء هنا في هذا اللقاء. تنفيذ محمد فوزير، 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 الله الله يا محمد يا فوزير، واحد من الأهداف الجميلة لرائد.